أعزائي المشاهدين والمتابعين لقناة ماذا لو قلت، نقدم لحضراتكم اليوم بعضا من أسماء بنات عربية ومعانيها وأصلها. وأول اسم معنا النهاردة هو دارين، وهي منطقة في البحرين سمي على اسمها مسك دارين. أثير، وتعني جوهرة السيف وبريقه. نورسين، تطلق على ضوء القمر. لامار، اسم عربي ويعني بريق الذهب والألماس. ريتاج، ويطلق على كسوة الكعبة الشريفة. تسنيم، وهو نهر من أنهار الجنة يشرب منه الصالحين. سلسبيل، يطلق على الماء العذب المخصص لأهل الجنة. شام، هو اسم عربي منتشر خاصة في بلاد الشام، والتي سميت بهذا الاسم لكثرة القرى والبيوت التي شبهت بالشامات التي توزع على الجسم. هذه هي بعضا من أسماء البنات العربية، وسوف ننشر لحضراتكم بعضا منها في فيديو آخر إن شاء الله. فضلا منكم الاشتراك في القناة ولايك للفيديو، وأكون شاكر جدا جدا لحضراتكم، وجزاكم الله خير.